كابتن علاء، زمالك كابتن شريف، شكل الصراع اتغير الان بعد النقطتين ماتش النهارده اللي فقدهم النادي الاهلي. يمكن كنا بنتكلم ايمن في بدايه الاستوديو ان ما عندكش رفاهيه انك تخسر نقاط. لازم تتابع 3 نقاط في كل مباراه لوحدها. وحصل انك تقدمت 1-0. انا مش شايف من وجهه نظري ان كانت لازم المباراه تحسم في الشوط الاول. ان الشوط الاول كل الاخطاء نادي الاسماعيلي عملها. ارتباك في الوقفه، الخطوط بعيده، كل حاجه اللي احنا شايفينه ده، المنظر ده اتكرر كتير جدا لكن ما استخدمش صح. ما اعرفش هل هو بعد الشوط الاول يعني نفس الموضوع احنا بنتكلم عليه، حته استسهال المباراه او الخصم مش هو الخصم اللي ممكن يقلقك او ممكن يحرز فيك هدف، لان انت الشوط الاول تقريبا انت يعني بتلعب لوحدك. في فرص وكده لكن هجمات مرتده كلها ما كانش في شكل نادي الاسماعيلي. لكن انت مستحوذ الشوط الاول، لو جبت اي كره انت مستحوذ وشكلك في الملعب وانتشارك ومسيطر على كل خطوط المباراه، وفي كره كمان ضيعها جاي في الاول خالص قبل الهدف، يعني كان ممكن الشوط ده تخرج 2 مثلا، يعني تخرج 2 وتنهي المباراه. يعني الكره فيها كل حاجه يعني، ودي مش مبررات، لكن كره القدم اتعلمنا حاجه، لازم تنهي المباراه. ادام قادر تنهي المباراه وفي صالحك، يعني بص المساحات اللي موجوده كلها في الشوط الاول، كم مساحات موجود مش طبيعي في فريق الاسماعيلي. يمكن الشوط الثاني ما كانتش موجوده دي، اتقفلت شويه. وحصل حاجه ثانيه في الشوط الثاني، الحاجه بتحصل دايما برضه يمكن بستغرب فيها شويه، اني بلاقي مساحات في نص الملعب في النادي الاهلي. ودي برضه ظاهره، يعني بص الكره دي لازم كانت، يعني الكره دي ليه تعمل كده؟ ممكن توقف وتشوط احسن من كده وتجيب هدف ثاني والموضوع ينتهي. لكن يعني انت صعبت الامور على نفسك بعد هدف التعادل الاسماعيلي، انت صعبت الامور على نفسك لان الاسماعيلي مش عايز اكتر من التعادل. التعادل بالنسبه له طبعا حاجه ممتازه، لكن كل الشوط الاول اللي احنا بنتفرج عليه ده انت كان في امكانك تحسم المباراه تماما، تخرج الشوط الاول 2-3، الموضوع بالنسبه لك الشوط الثاني هتسير الشوط الثاني زي ما انت عايز، لكن استسهال حصل. بص بقى اللي انا بشوفه ده ما كانش بيحصل، يعني ما كانش موجود في الشوط الاول. عمرك ما تشوف 2-2 في قلب في 18 غير فخر رفع الكوره. المساحات اللي موجوده بص كتير كتير، يعني التهديد عليك في الشوط الثاني كان كتير. غير طبعا الهدف، غير الشناوي كمان مطلع كوره، بص كتير قوي. ولعيبه الاسماعيلي بداوا يطمعوا فيه زياده عدديه لان مساحه موجوده. طول ما المساحه موجوده هو بيطمع اللي هو ليه ممكن احرز هدف. وحصل كره عرضيه برضو، التمركز لحد كبير مش مظبوط، فخر واقف لوحده بين 2، مفيش حد ماسك يعني، وعنا على الكوره اخطاء عاديه. هدف التعادل، بعد هدف التعادل الامور بقت صعبه، لان طبعا انت ما انا بقول لك ما عندكش رفاهيه النقاط، لازم عايز 3 نقاط. فبدات المجهود يزيد، بدات لحد كبير في يعني انفلات اعصاب شويه. ومع هذا، مع كل ده، انت بتلاقي المساحات في دفاع الاسماعيلي، لكن هي تعايز شويه هدوء وشويه تركيز شويه. كمان يعني بص دي كمان كره ما ينفعش يبقى فخر الدين كده خالص، يعني ليه لوحده ما ينفعش، وكان تقريبا اجير اللي راجع معاه. طب اجير راجع معاه ازاي؟ فبرضه دي حاجات لازم يعني الاخطاء دي ايما لازم تتعالج وبسرعه. لكن لعيبه النادي الاهلي حاولت، وبقول لك المساحات موجوده، لكن ما فيش حظ. مفيش حظ في كرة واحدة بس النهارده بقول عليها، صلاح محسن في الآخر. أنت لو مكتوب يعني لو كان ربنا رايد النهارده تاخد 3 نقاط، كانت الكرة دي جت على الأقل، كان كرة من كور طاهر جت. أنا كرة صلاح محسن شفتها جول، يعني كان هي رايحة جول فعلا. لكن هو محمد فوزي على آخر لحظة لمسها يعني بترطيف صوابعه، ترطيف صوابعه دي مشيتها جنب القائم بالظبط. لكن ده أكبر دليل أنت يعني المباراة النهارده مش يومك زي ما بيقولوا. ومع هذا مش يومك، لكن انت مضيع كم فرص مش طبيعي. مش طبيعي. فالموقف اختلف الوقت. الوقت انت متاخر بنقطتين، فاكيد انت الضغوط زادت، لكن صح. الهدف يبقى واحد، الهدف واحد ان المباراه العبها لاخر اخر ثانيه في اخر مباراه. طبعا ما تعرفش كره القدم فيها ايه، ما تضمنش ايه اللي هيحصل، لكن بيحصل وخلاص. يعني نتعلم النهارده، وده درس خاص جدا ايمن، انك لازم تخلص المباراه ادام في المستطاع، وكل مبارياتك انت ما عندكش مشكله تحسمها من بدري. واحد، الثاني، الثالث كمان، انهي امورك كلها صح.
وتعمل اللي انت عايز تعمله، تعمل روتيشن، تغير، تعمل النهارده انت ما عندكش فرصه تعمل اي حاجه خالص. صحيح. المباراه السابقه احنا اتكلمنا كنا في الاستوديو بعد ما كسبت المباراه واطمنت عليها، حتى تغييراتك كلها بتريح ناس، بتدي ناس فرص وكده، انما النهارده حتى التغييرات نازله لعيبه مشدوده، لعيبه عايزه تدور على الهدف الثاني عشان ثلاث نقاط مهمين، عشان انت في صراع دوري مش طبيعي. لكن يعني نقول الحمد لله ونفكر في ان شاء الله المباراه القادمه. وبيحصل في الكوره على فكره، الكوره فيها كل حاجه، لكن المهم انت تفضل زي ما انت تركيزك وكل حاجه على المباراه القادمه ان شاء الله بثلاث نقاط تضمنهم، وتبدا انت والمنافس بتاعك لحد اخر. هو خلاص مره بقول لك هنا، انت في ماراثون خلاص في اخر 100 متر، هتكمل جري انت والمنافس بتاعك لحد ان شاء الله ما تحسم اخر مباراه ليك ان شاء الله باذن الله رب العالمين.